أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج لعلهم يهتدون. نكون فيها بإذن الله تعالى ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، الذي أرحب به في بداية اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وفي جهودكم وفي المشاهدين جميعا. وفيكم بارك الله. ونعود مشاهدي الكرام إلى موضوعنا الذي تحدث فيه الشيخ على مدار حلقات سابقة، التكفير. وفي هذه الحلقة محورنا بإذن الله تعالى عن فوارق التكفير بين أهل السنة وغيرهم، وغيرهم نقصد بها الإمامية على وجه التحديد. وفي البداية نذكر شيخي، وبإذن الله ننتقل إلى محورنا، وربما عرجنا على بعض أحداث الساعة في المنطقة لأنها مرتبطة بهذا المحور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نعرض هذه القواعد عند أهل السنة والجماعة، ونعرض القواعد والنصوص في التكفير عند المخالفين، ونود من الجميع أن يشارك في هذا، وأن يبين وجه الصواب من الخطأ في رأيه، لأن من القواعد التي تقررت عند أهل السنة والجماعة أن الخلاف لا يحل بالإرهاب والسنان، وإنما يحل بالحوار والدليل واللسان. هذا أصل عظيم فهمناه من الكتاب والسنة ومن سيرة سيد الأمة، بل سيد الأمم عليه الصلاة والسلام، وفهمناه بخاصة من سيرة إمام الأئمة علي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا الإمام العظيم حين نشأت فرقة الخوارج لم يكن ليعالج فكر الخوارج بالسيف ابتداء، وإنما قال دعوهم يصلون معنا، يجاهدون معنا، يقتسمون الغنيمة معنا، ما لم يظلموا ويتعدوا. بالطبع علي عليه الصلاة والسلام تجوز في مقام الدعاء، اللهم صل على نعم. فإذا هذا المنهج العظيم في أن الأصل مع المخالف الحوار، ولا أقول هذا فقط بين المسلمين أنفسهم، وإنما هذا بين المسلمين وغيرهم. وأكبر دليل ساطع واضح جلي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة. ولم يقل ولم يدعو الإسلام في القرآن كله ولا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، لم يقل لهم تعالوا نتقاتل ليثبت كل فرد أو كل أمة أو كل دين أو كل جماعة حقها بالسيف. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ها
هذا الأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة، بل هو في الإسلام أصلا. لم نجد من الطوائف الأخرى من يتمسك به ويلتزم، وبخاصة الخوارج الذين خرجوا عن أئمة الإسلام وعن علمائهم، وكذلك معظم الشيعة والإثنى عشرية الذين خرجوا عن منهج أهل السنة أو عن منهج الصحابة، دعنا نقول عن منهج الصحابة بما فيهم آل البيت. بقي أهل السنة يرفعون هذا اللواء، لواء الحوار، لواء التفاهم، لواء الوصول إلى الحق عن طريق الرفق، عن طريق المناظرة، المحاورة، المناقشة، أي باللسان لا عن طريق العنف والإرهاب والتهديد بالسنان. هذا ليس من منهجنا. كم بودي أن يقوم عالم شيعي معمم مدافع يقول هذا غير صحيح، يقول بدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا، لكن سبحان الله لم نسمع بذلك أبدا. المحاورة التي جرت، النقاش الكبير جرى بين ابن عباس وبين الخوارج، المحاورة كانت جميلة جدا، ورجع خلق كثير، رجع ثلثي الخوارج أو ثلث نسيت، رجعوا بمناظرة واحدة من هذا الإمام العظيم ابن عباس رضي الله عنه. ونحن نقول إذا كان الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نقول يا أهل الإسلام تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيننا، تعالوا نتفاهم. ولذلك في الوقت الذي كانت القنوات الأخرى تبث شمومها، كانت القنوات الأخرى هداهم الله يحرضون على القتال، على الذبح، يسمون أهل السنة بأسماء صارت معروفة، يسموننا بالعامة بالناصبة، قال احنا نكره علي رضي الله عنه ونكره أهل البيت ونشتمهم، نحن يقولون هكذا في قنواتهم، وبدأوا بالتحريض القتل، بدأوا يسموننا بالوهابيين ظلما وعدوانا وبغيا، يسمون بأسماء سموها هم، بينما نحن نقول الشيعة لأنهم هم زعموا أنهم تشيعوا مع أهل البيت، والأمر ليس ذلك. نحن الشيعة الحقيقيون الذين نحب أهل البيت ونتبع أهل البيت مثل ما نتبع الصحابة رضوان الله عليهم. هذه القاعدة ينبغي أن نتنبه إليها في وجوب الجدال بالعدل والإنصاف. وإذا سمح لي أنتهي من المقدمة، إذا سمح لي دكتورنا الحبيب أن أقرأ من ما يسمونه ألد أعداء الشيعة، هم يقولون ألد الأعداء، يعدون ثلاثة حتى ما قرأت أنا في الآن في تغريداتهم وفي الواتس وفي إيش اسمه الفيسبوك، الأسماء يقولون ثلاثة أعداء، عمر وابن تيمية وواحد ثالث. طيب اسمعوا من إنصاف أهل السنة وعدهم قد لا تصدقون. أنا رأيي على غير عادتي سأقرأ لكم هذا الكلام، وحبذا لو تعرفون كلام من لن تصدقوا. يقول صاحب هذا الكلام عن باب الحزيرة أو الفزيرة أو شو يسموه المصريون، فزورة فزورة. نعم فزورة، هذه
اسمع ماذا يقول هذا الرجل، ممكن تشكوا في الرجل الذي يتكلم. ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير بذلك. ذهبوا يدعون إلى الإسلام حسب مذهبهم، وصاروا هؤلاء الكفار مسلمين مبتدعين، وهو أي هذا الأمر خير من أن يبقوا كفار، خير من أن يكونوا كفار. كان كافر لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن لله ولد أو 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 أو، يعبد النار، يعبد البقر، يعبد. فالآن انتقلوا إلى الإسلام ولكن على مذهب من هذه المذاهب المخالفة لأهل السنة. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما، لأن الظلم محرم حتى على الكفار بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين. فالمهم يقول لاحظوا هذا، وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية. أي نعم، هنا الشاهد من الرافضة. أيوة نعم. يقول وذهبوا أسلم، يقول هذا دخل الإسلام. ثم يقول اسمع ماذا يقول هذا القائل، فإن الإمامية، هو نفس القائل الأول، مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادق منافقين، لكنهم جهلوا وظلوا واتبعوا أهواءهم. طبعا بيت الشاهد وين؟ احنا نتكلم عن التضليل، عن التكفير. هذا القائل أن هناك رافضة، هناك شيعة ذهبوا إلى بلاد الكفار ودعوا إلى الإسلام الذي يفهمونه وأسلموا، قل هذا خير، هذا إنصاف عظيم، إنصاف أنه هذا خير أنه ينتقل إلى هذا المذهب، مع الضابط ما يلي: أن الشيعي أو الرافضي إذا دعا الكافر لا يقول له في دعوته مع الاعتذار لعبد الشيخ عبد الملك، عبد الملك أبو عبد الملك، أبو عبد الملك نعم، مع الاعتذار له في قضية أنهم يدعون. طبعا قصده في الحلقة الماضية لما ذكر عبد الملك إذا دعوا كافر بيقولوا كذا وكذا وكذا، أنه على فرض صرحوا له بحقيقة دينهم، لكن يقولون للكافر يدخلوا له الإسلام ويقولوا له القرآن، لا يقولون له بادئ ذي بدء أن القرآن محرف وأن عائشة كذا وأن أبا بكر، لا، هم يدعوا على الإسلام ثم بدرجة درجة. يقول فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون، هنا بقى قضية التكفير، ظاهرا وباطنا. هذا يرد على الأفاكين من معممي الشيعة، وأنا أعلم أن كثيرا من المكرمين الشيعة يرفضون هذا، وهو تكفيرنا جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا. وبعضهم قال لا نقبل ظاهرهم لكن هن حقيقة كفار، اسمعنا هذا الشريط مرارا المقاطع، كفار وعند الله كفار. اسمعوا هذا من أحد كبار علماء المسلمين يقول فيهم خلق مسلمون باطنا وظاهرا ليسوا زنادقة،
منافقين. ليسوا زنادقة منافقين. لا، لا يقول منافقين، يعني ليسوا زنادقة ولا منافقين منافقين. نعم، يعني استكمال. نعم. لكنهم جهلوا. شوف، ينفي حتى عنهم الزندقة الكفر المحض، وينفي عنهم النفاق، صادقين. وهذا يؤكد ما كنت أقوله وما زلت أقوله، أن نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر المخالف بإطلاق. يعني ما نقول كل من خالف أهل السنة فهو كافر. دعوني أتكلم إذن في مسألة النص، عفوا، في مسألة الإنصاف لاحظتوها. الآن قبل أن أغادر، من تظنون المتكلم؟ لكن شيخي، هذا المقطع تحديدا أود، لأني أحفظه، يعني أرجو منكم أن تكملوا، لأن فيه أيضا رد على كثيرين ممن سيعترضوا على هذا الكلام. خلي يعترضوا. نعم شيخ. قال لكنهم، نعم. خلينا نقول يعني إنصافا لهذا الشيخ الكبير، يعني يقول لكنهم جاهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم، وبعدها بسطرين يقول: وأما عوامهم الذين لم يعرفوا أمرهم فقد يكونوا مسلمين. نعم، القاعدة مسألة العام، العامي، العوام والعام. نعم. نعم. الآن ليس بحثنا أنه من كافر غير، نعم، كافر، بحثنا هو الإنصاف. من تتوقعون القائل؟ في جوائز. من القائل؟ إمام من أمة المسلمين المعروف بابن تيمية، الذي ألف كتاب قسم فيه مذهب الشيعة، قسم ظهرهم فيه. إيش اسم الكتاب؟ منهاج السنة. منهاج السنة يكاد يكون من أكبر مراجع المسلمين في هذه القضية. رد في النص، ورد بالعقل، ورد بالواقع، ورد بالتاريخ، ورد رد في مسألة المهدي، يعني ردود عجيبة غريبة. فهذا الكتاب، ولم يقاتل الشيعة طوال حياته، ولم يضرب شيعي، ولم يؤذي شيعي، ولم يشتم شيعي أبدا، وإنما بيننا هذه الحقائق، فأثاروا عليه تلك الثورة العظيمة ضده. وهذا ابن تيمية المنصف. ما هي النقطة التي أريد أن أشير إليها؟ أن الخوارج مثلا يكفرون كل من خالفه ويستبيحون دمه، يعني لا يكتفون فقط بأنهم يكفرون المخالف، يستبيحون دمه. الروافض أو الشيعة، مش كلهم طبعا، لكن أئمتهم، علماؤهم، قال فرق بين العامة والأئمة، بين العامة، يكفرون كل المخالفين. أهل السنة لا يكفرون كل المخالفين. في واحد، يا لك يا حبايبنا يا مكرمون شباب الشيعة، ما بصير يعني خلت العراق، خلت إيران، خلت الدنيا من شيعي لطيف، من شيعي عنده علم يطلع يناظر بدون كذب، بدون دجل، بدون لف ودوران، بدون شتم، ما في عندكم أبدا؟ مع أنني أشهد أن الشيخ المكرم كمال حيدري أهل، لكنه لا يريد، يعني هو ليس سبابا، ليس شتاما، لديه عقل، يعني في تستطيع أن تناظر في هذه القضايا، لكن ما أدري لماذا، وكأنه يغلب على ظني أنه يخشى من الشيعة إذا خرج على مناظرة. وهو أظن الآن استباح دمه، يعني أعلن أمور كثيرة خالف بطلانها في مذهب الشيعة.
فأنا أتصور يخشون، يخشى يمكن أن يستباح دمه وهو بين أظهرهم. نرجع إلى نقطة الإنصاف. هي إذا كان ابن تيمية يقول هذا الكلام أنه فيهم خلق مسلمون، أن العامة لا يكفرون بعامة، أن البلية كل البلية في هؤلاء المعممين الذين يفترون والذين يكذبون على الناس. وذكرنا الكذبات. طيب شيخ، قبل أن تستطرد في النصوص، هناك مقطع أذعناه في المرة الماضية لكمال الحيدري، قال فيه إن الإمامية كفروا كل الطوائف، وهذا إنصاف من كمال الحيدري فيما قال وكما بينتم. لكن في المقابل لابد أن نبين ماذا يقول معمموهم. هذا مقطع لمرتضى القزويني. ماذا يقول مرتضى القزويني في هذا المقطع؟ ثم نعود للتعقيب من شيخنا بإذن الله تعالى. نشاهد معا. لذلك مثلا لإخواني لا تنزعجون مني، أخاطب إخواننا السنة، الإمام جعفر الصادق يحلف يقول والله والله ما على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا. قال قديش من ملة إبراهيم؟ قول هو من ذريته. من ملة إبراهيم قول تعالى ما ينال عهد الظالمين، زين غيرنا ما يقبلون. إذا مو على ملة إبراهيم، يعني الإمام الصادق عبث ما يحلف، عبث ما يقول والله. عند سند قوي، عند سند وثيقة من القرآن من كلام الله. يعني هنا القزويني يقول ما يقوله علماء الشيعة في كتبهم أن كل من لم يكن شيعيا إماميا فهو كافر. انظروا إلى هذا الفرق الكبير بين علمائنا وبين علمائهم. قرأت لكم نصوصا جميلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، واضحة جلية، انصاف عجيب، انصاف عجيب في قضية التكفير وفي قضية انه يسلم ويصير شيعي بس بشرط. وارجو من الاخوة الذين سيعترضون على كلام شيخ الاسلام تمية ان يفهموا هذا، بشرط انه لا يقع بعد ذلك في الكفر المخرج من الملة. اسمعوا ماذا يقول. كذلك خلص اقول بقى ابن تيمية ما في حاجة للتحذير، تحذير وليس التحذير، يعني من حذير. يقول ابن تيمية بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق ومن اتبعه يقولون لا نكفر إلا من يكفر، فإن لاحظوا هم بيكفروا أو إكفر، فإن الكفر ليس حقا لهم إلا من يكفرنا، إنما يكفروا إلا بيكفرون. قال هذا مو من حقكم، إحنا ننظر في الشرع. هل قال الله إذا واحد كفر السني نحن نكفره؟ لاحظوا ثم يقول بل هو حق الله، بل هو حق الله. يقول كذلك ليس كل مخطئ، يعني مخالف لنا، إحنا على صواب ومخطئ، ليس كل مخطئ ولا مبتدعين ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا. يخالفنا، ممكن جاهل يخالفنا، ممكن مبتدع يخالفنا، ممكن مخطئ، لكن ليس كل ما يخالفنا مثل ما بيقول أبو إسحاق بكفرنا مكفره. ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا. الله أكبر. هذه كذلك في بعض من ينتسب إلى أهل السنة ديدنهم هذا التكفير والتفسيق والتبديع، وليس هذا من منهج أهل السنة بجمع. بل ولا عاصيا. أخرانا لكلام ابن تيمية يقول حتى المخالف
بل يقول للمعتزلة وغيرهم ممن أنكر العلو، يقول ابن تيمية: أنا إذا قلت بقولكم أنا أكفر لأني عرفت أن الله فوق العرش كما صرح الله، الرحمن على العرش استوى، على التي تفيد العلو، العلو، الرحمن على العرش استوى. قال أنا إذا قلت الله مو فوق العرش والله في كل مكان مثل قولكم أنا أكفر، لكن أبشركم أنا لا أكفركم، لأن مجتهد جاهل، مجتهد عاصي، تابع هوى. ليس كل تابع هوى، ليس كل تابع لهوى يكون كافرا، بل عجيب منه، ليس كل مخطئ، ليس كل مخالف ولا مبتدع ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا، بل ولا عاصيا. هل يستوي هذا؟ ويقول في مقطع: لا نكفر من كفرنا، يعني لمجرد تكفيره، مجرد أن أنتم كفار نحن منكفره، لا، نحن نؤكد على أن حل هذه الأمور الحوار، الحوار، وندعو الشيعة وغيرهم الخوارج ليلا ونهارا إلى الحوار، ونخص بالذكر شيعة العرب لأنهم بدأوا، والحمد لله بدأ شيعة العرب يصحو كثير منهم على أن القضية إيران ليست قضية حب آل البيت أبدا، وإنما حب قتل العرب والمسلمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. إذن هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. في المقابل لما لم يجد الشيعة طائفة يكفرونها لأنهم كفروا الجميع، ذهبوا يكفروا بعضهم بعضا. شاهدوا معي: نحن نتبع أئمة أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، إننا كشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندنا من أنكر إماما واحدا كما أنكر جميعهم، فأنتم إخواننا الزيدية أنتم لستم على الهداية بأنكم تنكرون بل سبعة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام وتقولون بإمامة من لم يجعله الله تبارك وتعالى إماما، وإنكم لا تصلون بطريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإني قرأت في كثير من المواضع ورأيت في كثير من المواضع إنكم تصلون كصلواتكم وجميع فروعكم كفروع الأمرية تقتدون بهم. فعلى كل حال فاختلافنا معكم كثير، وهو ماذا؟ إنكم إن الزيدية بل إنكم تنكرون سبعة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بل ومن أنكر واحدا منهم كمن أنكر جميع الأنبياء. بل هل الاختلاف، أريد أن أوضح النقطة، بل عندكم أصولي يعني في أصول الدين طبعا، أم هو اختلاف فرعي؟ على اختلاف مع الزيدية، اختلاف في أصول الدين، في أصول المذهب، في الإمامة. لا، هل هناك فرق بين أصول المذهب وأصول الدين؟ أم الأرجح الأكمل هو أصول من الدين؟ أنكر أصول الدين خرج عن الدين، من أنكر أصول الدين أصلا من أصول الدين، مثلا أنكر التوحيد. دقيقة، بل إذا أنكر مثلا الميعاد يوم القيامة، أنكر الجنة والنار، ليس إنكار، ليس هذا يكون خارجا عن الدين. من أنكر التوحيد أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخرج عن الإسلام. أما لا يخرج، بل أما إذا أنكر الإمامة أو العدل فإنه لا يخرج عن الإسلام، فقد يخرج عن الشيعة، عن أن يكون الشيعة الاثني عشرية الإمامية. بل يلا مع السلامة، عندك سؤال آخر؟ بل هل من أصول دينكم أن الله يوم القيامة أن الله ماذا؟ سوف يرى؟ لا لا، هذا الله تبارك وتعالى لا يرى، لا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هل هذا يعتبر أصل من أصول الدين عندكم؟ عدم رؤية الله، عدم رؤية الله من عقائدنا، إن الله تبارك وتعالى ليس بمرئي ولا يراه العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يمكن أن يرى، هذا من عقيدتنا. نعم، حاول.
يلا مع السلامة. وكذلك نسبة الأفعال إلى العباد. الأفعال نحن لا ننكر الاختيار، نعم نقول بالاختيار، في هذا العالم جميع البشر لهم اختيار. بالطبع هو قال من أنكر الإمامة يبقى مسلما، لكنه يبقى مسلما في الدنيا كافرا في الآخرة حسب عقيدة الإمامية، بل إنه عند الإمامية من أنكر واحدا من الأئمة فهو كافر. يعني كلام واضح. تفضل شيخنا. أحيي المتصل الزيدي من يمننا السعيد، أحيي هذا المتصل وأقول له نحن وأنتم لا نختلف في الأصول، وأنتم مسلمون في الدنيا والآخرة، وأن الخلاف بيننا لا يخرجكم من الملة، لكن وأسفاء على الذين اتخذوا السياسة أو سيسوا الأمور الدينية في يمننا الحبيب وخدعوكم وكذبوا عليكم. أما أنا للإخوة المسلمين المؤمنين من الزيدية أن يفارقوا الحوثيين الذين يكفرونهم، هذا الزيدي الذكي اللي عنده علم أربك هذا الشيطان، أربكه. فهو لاحظوا التناقض، أربكه لكنه ما سمح له، قال له يلا يلا بس يمشي 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 بس يمشي بعد أن ارتبك. لاحظوا كيف ارتبك. فسأله هل الخلاف معكم بأصول الدين أم أصول المذهب؟ ارتبك وبدأ كما تلاحظون. ولما سألوا في مسألة الكفر قال مع أنه صرح، لاحظوا الكذب على لو يظنون أن الناس لا يحفظون، قال حرفيا من أنكر واحدا منهم من الأئمة الاثني عشرية اللي هن كتبوا أسماءهم، لأنهم يختلفون مع الزيدية في أسماء الأئمة، حتى الاثني عشرية يختلفون فيما بينهم فهم في تسمية الأسماء. لاحظوا يعني لو إجا طائفة قال لا هذا مو إمام هذا هو الإمام عندهم كفر. كمن ينكر الأنبياء؟ اللهم أستغفرك وأتوب إليك مما أنطق به من أمور عجيبة لكن أنطق بها للبيان. كيف يقولون من أنكر الآن المهدي؟ الآن معظم شباب الشيعة أبشركم كثير من أبواب الشيعة من شباب الشيعة الآن لم يعودوا يؤمنوا بمسألة المهدي وأنه موجود. وهذا المصري الذكي الذي سأله لهذا الشيخ اليمن لا واحد آخر مصري قال له للشيعي سؤال، والله هذا المصري لو أعرفه بدي أهديه هدية، ويتصل لأنا على وعدي هو وهذا الزيدي كمان أهديه هدية رمزية. قال له ما الفائدة التي جنتها الأمة من غياب إمامها المهدي 1400 سنة؟ عجبني ما استطاع أن يجيب ولا كلمة. إن شاء الله نجيب لكم المقطع. لاحظوا كيف أهل السنة يحاورون بالعلم والمنطق، إنه ما هي الحكمة، ما هي الفائدة الثمرة من غياب مهدي؟ جماعة الخير دعونا من القيل والقال، إمام معه القرآن وظيفته التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. شو تتمت الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما أنت شو غم يا أيها المدثر، نام ودخل السرداب. ماذا قال له الله عز وجل؟ مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في التبليغ
بسبب الخوف، بسبب الأمر المفاجئ له، ذهب فتدثر من الخوف. يا أيها المدثر، ذهب يقول زملوني زملوني لخديجة رضي الله عنها، دثروني. شيء وحي ينزل، ملك، موقف يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة البشر. ما النبي الله عز وجل لا تطول بهذا التدثير. قال له يا أيها المدثر، ماذا قال له؟ قم فادخل السرداب. يا أيها المدثر قم فأنذر كلمتين. قم من حرفين اختصار، تحرك، ما هو وقت التدثير، خلاص جاءتك التوحيد. وهذا قم فأنذر. والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتأسى به. ماذا قال له؟ قم فأنذر. وصاحبنا المهدي حتى الآن ونحن ننتظره، عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، ولا ما عم يستهزئ، عجل الله فضح هذه القضية. اللهم إن كانت حق، اللهم إن كانت حق فبينها لنا، علامة أو أي شيء، هذا من حقنا. عم تقولوا اللي بينكر المهدي هذا إلى جهنم وبئس المصير. نرجع للشيخ اللي ارتبك وقطع الخط على أخينا، نحن نقول على أخينا الزيدي المسلم وعلى إخواننا الزيديين، منهم مسلمون ومنهم مؤمنون مثل ما هو في أهل السنة والجماعة. نعلنها صريحة بعد نتقية أن الزيدية ليسوا بكفار ولا بفساق، خلاف بيننا وبينهم في أمور نحن مستعدون للتفاهم عليها. والزيدية يصلون وراء السنة. ما شفتم من خبيث ما قال له؟ إيش قال له؟ قال له بتصلوا مثل العمريين، العمرية يعني أهل السنة. والله إحنا نفرح بهذا، لكن إحنا ما نتسمى إلا بالمسلمين، ما تسمى لا بكريين ولا عمريين ولا عثمانيين ولا علويين، وما نتسمى إلا هو سماكم المسلمين من قبل. طيب، هو يقول لاحظوا الكذب، أنا أريد بس أظهر لكم الكذب. من أنكر واحدا منهم كمن أنكر الأنبياء. طيب اللي بينكر الأنبياء إيه؟ كافر. فلما قال له الزيدي هذا الفطين قال له يعني شو حكمنا؟ عمل هيك يعني بتخرجوا من الشيعة. طيب ليش عم تكذب؟ مشان ما تقول كفار، مشان ما تنفر، ما ينفروا منكم من الحوثيين في اليمن. لكن هذا شيخهم المظفر يقول بخلاف ذلك. تسمح لي. وهذان موقفان في الظاهر مختلفان، وهما في الحقيقة متفقان. فالذين يحكمون بإسلام الأمة لا يختلفون عمن يحكم بكفرها. أما كيف ذلك فإليك البيان. إنهم يقولون إننا نحكم بإسلام الناس في ظاهر الأمر فقط، أما في الباطن فهم كافرون وهم مخلدون في النار بإجماع الطائفة. ليش اللف والدوران يا حسن كذاب؟ ليش اللف والدوران؟ أسأل الله أن ينتقم منك بافترائك على أهل السنة والجماعة، افترائك، لكن إن شاء الله يكون الجزاء عاجل. طيب شيخي تسمح لي مقطع سريع. طيب يعني هذا زمان الحسناوي. أجل نخلص، نعم. لحظة فضل. نخلص من هذا اللي اسمه حسن يحيى. حسن الله ياري، نعم. إيش؟ حسن نصر الله. لا لا بالفارسية. لا حسن. لا. حسن الله ياري. ياري. طيب ياري نخلصه. طيب ما هو هذا ترجمتها بالعربية حسن نصر الله. هل هذا سأله الزيدي، هل هذا من أصول الدين وما الفرق؟ ما شاء الله عليك، ما الفرق بين أصول المذهب وأصول الدين؟ يعني لاحظوا على التناقض في أصول المذهب وأصول الدين. لا، أصول الدين هي أصول المذهب، أصول الدين من الكتاب والسنة هي أصول المذهب، ومن كان مذهبه غير أصول دينه، من كانت أصول دينه غير أصول، من كانت أصول مذهبي غير أصول دينه ف
فهو ضال مضل. لكنهم قالوا دين الإمامية، وكأن دين الإمامية دين آخر. نعم، هي تغيير الألفاظ من أجل ما يفتضح أمام الناس. نعم. نعم. الآن هم يخطبون أو يخطبون ود الشيعة. نعم. الود الزيدية في اليمن. يخطبون ود الزيدية في اليمن، وأسأل الله أن يبين للزيدية حقيقتهم. أنا أطلب من الزيدية طلب واحد، يطلبوا فتوى في حكمهم من المراجع الشيعية، هل هم كفار أم لا. أما الفتوى عندنا فنقول لكم مسلمون مسلمون ومؤمنون، طبعا حسب القلوب، هذه ما نستطيع نحكم على كل إنسان بالإمام. والدليل على ذلك أن الشوكاني كان من الزيدية، أليس كذلك؟ والهادوية واوا. الآن تفسير الشوكاني هو موجود في جامعات المملكة العتيدة، وفيه دلالات كثيرة أن المملكة ما حطت كما يقال تفسير محمد بن عبد الوهاب، صوروا حطت تفسير. وبعض الشيعة ما زال، أو بعض الزيدية يقولون ما زال الشوكاني زيدي، وضعته في وجامعات تضع التفسير ابن كثير الشامي، وجامعات تضع تفسير الشوكاني اليمني اللي أصله زيدي. وين التعصب؟ هذا مفخرة كبيرة ودعوة إلى إخواننا الزيدية ليصحوا. أنا زرت اليمن، والله فرحت فرح كثير، وجدت الزيدي يتزوج الشافعية، والشافعي يتزوج الزيدية، ويعيشون مع بعض إخوان، ويصلون في مسجد واحد وبإمام واحد، ويصلي بعضهم وراء بعض، إلى أن جاءت فتنة الحوثيين. من الذي إذن يشعل الفتنة؟ إن القضاء على إرهاب إيران لا يتم إلا بعد القضاء على أذنابها من الحرس الثوري وداعش وأخواتها وحزب الشيطان والحوثيين الذين نشروا الفتنة والفساد والتكفير في البلاد. إذن سنأتي إلى حسن نصر الله، ولكن اللبناني وليس الإيراني، بعد هذا المقطع لزمان الحسناوي. دعنا نشاهده ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن، شوف الجاهل ايش يسوي من مات ولم يعرف إمام زمانه، شوف الجاهل يسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة، عجيبة إلهية، مو نزلهم خطيب، ولا نزلهم مرجع، ولا نزلهم كتاب، ولا ننزلهم عالم، ولا نسمعهم كلامنا من خلبة المباشر، لا لا، لو ننزل لهم شنو؟ الملائكة. بعد القرآن يقول، بعد لا تقول لي معقولة وما معقولة، الله يقول، يقول بابا أنا لو ننزل لهم جبرائيل ما يقتنعون بي. عجيبة هاي الآية. شوف الجاهلية، من مات ولم يعرف، حديث خطير هذا، حديث نبوي خطير هذا. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة، بعد وكلمهم الموتى، والله يا عجيب، أصلا نطلع الموتى من القبور ويقولوا لهم يا فلان علي على حق، أصلا مو موتانا، لو نطلع لهم موتاهم، نطلع من جهنم موتاهم، جينا من جهنم محروق من راس الرجل، ونوقف أمامه ونقول له شوفه هذا محترق، شوفه، وذاك يقول له عم احترقت لأني تركت علي بن أبي طالب إمام زماني ما عرفته، ولهذا أنا جاهلي، جاهلي يعني بالنار، ولهذا أنت اتبع علي بن أبي طالب، بس يرجعوا للنار هذا صاحبه يقول لك شنو؟ يقول لك أبدا، علي بن أبي طالب شنو؟ يعني ليس فقط تكفير، لكنه
أشار إلى الآثار المترتبة على التكفير عندهم، يعني يقول لو أخرجنا موتاهم من قبور من جهنم لا من قبورهم، فقالوا احترقنا لأننا لم نعرف عليا إمام زماننا. هو علي إمام زماننا ولا المهدي إمام زماننا ولا الحسين إمام زماننا؟ أنا نفسي أعرف. ارسلكم على بر، من هو إمام زماننا؟ الأكبر من هذا الكذب والتحريف في الآية، فإن الله عز وجل يقول الخطاب للكافرين: فانظروا كيف جعل أهل السنة الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد النبي وبالكتاب الذي أنزله الله عز وجل كتاب رب العالمين ويؤمنون بكل أركان الإيمان ويؤدون أركان الإسلام، جعلهم كفار في نار جهنم. ثم يتمطى من يتمطى ليخاطبنا بالتكفير وينسى السؤال الذي أنا سألت الإمام، إمام المقاومة والكذب والدجل، 10 أسئلة على مدار بدأنا المناظرات يعني 17 سنة، بحدود كل سنة ونصف سؤال، سنة ونصف ما استطاع يجيب. الآن نجيب السؤال، نسأل السؤال 11. يقول واتفقت، يقول المفيد واتفقت الإمامية إلى على أن المتقدمين على أمير المؤمنين، المتقدمين على أمير المؤمنين يعني أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم وعلى علي، ضلال فاسقون مقبولين من مشيها وبلغة السعودية من سلكها، وأنهم بتأخير أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون. سؤال الآن للمكرم حسن نصر الله: هل أنت إمامي؟ وهل تأخذ بأقوال إمامة أئمتك؟ فالشعب السوري كافر ولذلك يقتلونه، وأهل السنة في العراق كفار لذلك يقتلونه، وأهل السنة والشافعية في اليمن يقتلونهم لأنهم كفار، بل والزيدية. والزيدية نعم. أخونا عبد الملك الشافعي أرسل إلينا رواية، تسمح لي أقرأها عليكم وتعقب. الرواية طبعا عند الكليني في الجزء 8 صفحة 235، عن محمد بن سعيد بن غزوان قال: حدثني عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، لسيدنا علي: إن لي جارين، أحدهما ناصب والآخر زيدي، ولا بد من معاشرتهما، فمن أعاشر؟ فقال: هما سيان، واحد ناصب، طبعا الناصب عندهم السني، وواحد زيدي. وواحد زيدي. زيدي نعم. فقال: هما سيان، يعني أعاشر من فيهما؟ قال: هما سيان. من كذب بآية من كتاب الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وهو المكذب بجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. قال ثم قال: إن هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا، يعني الناصبي نصب العداء للشيعة جميعا والزيدي نصب للأئمة. هل لاحظوا، يقول: أما قوله هما سيان فنعم، صدق في هذا، فنحن من حيث الإسلام سيان مع الزيدية ولو اختلفنا، لكن من النظر للإسلام هم مسلمون ونحن مسلمون، فنحن سيان. لكن لاحظوا هم لا يرون ذلك. لم أتعجب
من طائفة الدعوة. صرح لكم، لم أتعجب من الشيعة الروافض وتكفيرهم، ولا من الخوارج ودمائهم، بقدر ما أتعجب من الزيدية الذين انضموا مع الحوثيين. ليش عجبي؟ طيب أخوانكم من أهل السنة لا يكفرونكم، إخوانكم من أهل السنة على مدار كذا أنتم تتعايشون معهم، أخوانكم يصلون وراءكم وتصلون وراءهم، وما سمعنا أحدا أبدا فتنة في هذا. كيف تذهبون إلى جماعة الحوثي؟ والله احفظوا هذا، وأن الكلام اللي قلته في اليمن حصل الآن، قلت قبل الثورة اليمنية وقبل حتى الانقلاب على الشرعية، قلت لكم نصحتكم وراجعوا اضرب يمن طالع راجع، والآن أنصح والله إذا تمكن الحوثيون لا يذبحون الزيدية، بس الآن هم محتاجين لكم لأنهم قلة في اليمن، قلة قليلة، ولو تأخر الزيديون عنهم، تأخروا وتركوا، لا استقر الأمن في اليمن ولعادت اليمن إلى سلامها. هم شيان لأنه كفار، فهو يقول إحنا شيان من حيث إحنا كفار، ونحن نقول من حيث الإسلام. السؤال قلنا لي سؤال الحادي عشر لي حسن نصر الله، هل أنت مع أئمتك في تكفيرنا أم هم كذابون؟ ما في جواب، ما بيشوف جواب. لا خلينا نسأله شيخنا، بعدين بينقطع عليه الرواتب وبينقطع عليه المال اللي يغسله ويأتي به ليزرع المخدرات والحشيش في لبنان، ينقطع هذا. أتحداه، أو إذا طبعا هو أكبر من أن يرد، يعني هو كان يكون نبي، أتحدى أن يرد. والسؤال الثاني ما الثاني عشر، ما حكم الزيديين عندكم؟ طيب دعنا نسأل حسن زمير هذا السؤال، ما رأيه في التكفير؟ فإذا به يصرخ من التكفير وهو واحد ممن يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتري عليهم. دعونا نشاهد المقطع الأول وبعده سنعود لنعرض الثاني. نشاهد المقطع الأول. أقول لمن يدعون للانسحاب من سوريا، أدعوكم لنذهب سويا إلى سوريا. هلا نحن أنه معلش يمكن مش حكيين عن العراق سابقا، ولو هلا يعني لدينا حضور متواضع في المرحلة الأولى والمرحلة الحساسة في العراق، وأقول أيضا تعالوا لنذهب إلى العراق، وتعالوا بل تعالوا هلا حيقول السيد ذهب بعيدا، تعالوا لنذهب إلى أي مكان نواجه فيه هذا التهديد الذي يتهدد أمتنا ومنطقتنا، لأننا هكذا ندافع عن لبنان، وهكذا ندافع عن شعب لبنان، وهكذا تتصرف القوى الكبرى في العالم. بالطبع هو في هذا المقطع في جزء مستقطع منه كان يشير إلى التكفير، لكن في المقابل دعونا نشاهد المقطع الثاني، مع أنه لم يقل تعالوا نذهب إلى إسرائيل، يعني تعالوا نشاهد هذا المقطع. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل دين محمد الذي يتفق عليه المسلمون ويلتقي حوله المسلمون ويؤمن به المسلمون بكل طوائفهم. ثم جاءت تطورات وأحداث، أبو سفيان قال للطلقاء وأبناء الطلقاء شيئا آخر، وسم لهم سياسة أخرى، اختراق دولة الخلافة الإسلامية، اذهبوا حاولوا أن تحصلوا على مناصب على مواقع قوة، وقال لهم بشكل واضح وصريح
كما ينقل المسعودي في مروج الذهب ومصادر أخرى، يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، كيف الطابب الناس بزتوها لبعضهم وبيتلقطوا فيها وبيمسكوها، فوالذي يحلف به أبو سفيان، الله بيعلم هو شو بيحلف يعني، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة، يعني الخلافة. ثم يقول وتلقفوها تلقفوها تلقف الكرة فوالله ما من جنة ولا نار. هذا أبو سفيان، يعني الإشارة إلى أن سيدنا أبا سفيان كان منافقا، وأن مشروعه كان مشروع نفاق، وأنه كان يحارب دولة الإسلام. هل أنت مع دولة الإسلام أم مع دولة الكفر؟ هل أنت تدعم المسلمين في هذه الدول العربية أم أنك تحارب الإسلام في كل مكان؟ هل بالفعل أنت عدو لإسرائيل؟ والله افضحك واجيب المقاطع التي تثبت أنك حليف لإسرائيل. أرجوكم من فيلم حقيقة حسن الجزء المتعلق بإسرائيل وجلسته مع وزير الخارجية الأمريكي وكيف أنه يتعهد بحماية إسرائيل، جاهزوها نحتاجها. تفضل شيخنا. احنا أثبتنا لكم بالدليل القطعي وما سطروه في عقيدتهم أنه يشرع الكذب لنصرة المذهب، ولا حاجة لنعيد المقاطع ونقرأ من الكتب. المشعودي شيعي يكذب كما يشاء، المؤرخ المشعودي شيعي، فانظر هو لم يأتي بسند، أمتنا أمة السند. يقول عبد الله بن المبارك لولا الإسناد من الدين، إسناد الكلام، الرواية بالسند، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء يكذب. فصور الخبث أنه لا يأتي بحديث من البخاري من مسلم، حديث كذا لا يأتي برواية إلا رواية يأتي بآية من القرآن أي أو نعم. هذا الأمر. الأمر الثاني، انظروا إلى هذا تحريض على الفتنة. تعالوا نذهب للعراق، لاحظوا فتنة، تعالوا نذهب إلى سوريا، لماذا لا يقول تعالوا نذهب إلى تل أبيب؟ لماذا لا يقول تعالوا لنحرر القدس؟ إنما يريد الله عز وجل أن يفضحه. هذا نعمة الله من أئمة الشيعة. يقول اسمعوا ما يجيب، كيف يجيب حسن نصر الله ورب السماء إذا بيجيب عن هذه الأسئلة؟ لحط أجوبته هنا وأقول لأهل السنة إذا عجبكم الأسئلة تشيعوا، أكثر من هذا تريدون؟ يقول نعمة الله في كتابه المشهور الأنوار النعمانية، الإمامية يعني هم قالوا بالنص الجلي، والله جميل، الجلي الواضح، على إمامة علي، وكفروا الصحابة الإمامية، قالوا بالنص الجلي بإمامة علي وكفروا الصحابة. لماذا؟ ووقعوا فيهم بأعراضهم ودينهم، وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق وبعد إلى أولاده المعصومين. مين عدهم؟ نتحداهم في القرآن؟ لا. في السنة حتى عندهم من معدودين؟ يعني في السنة، يعني هم لو أذكياء العلماء الشيعة، لكن سبحان الله الله يفضحهم، يعني كانوا بالتعبير الشامي أدخلوا أقحموا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فلان وفلان 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 وفلان. لاحظوا كفروا الصحابة، والله عز وجل يقول
رضي الله عنهم ورضوا عنكم رغم أنفكم رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضي. هذا في القرآن أكثر من مرة بهذه. وتعرفون الآيات في الصحابة رضوان الله عليهم. سؤالنا ما زال، هل أنت مع هذا الاتفاق أم خرجت من الإمامية؟ ما يمكن يخرج من الإمامية، معناته ما في شيك بتحول من إيران إله، نصف شيك ما في يخرج من الإمامية. هل أنا أشئتنا بحق أم لا؟ هل خرجت من الإمامية الذين يكفرون الصحابة؟ هل خرجت من الإمامية الذين يكفرون الزيدية إخواننا باليمن؟ طيب نبدأ في تلقي الاتصالات. يمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر على الشاشة. عمار، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور، تحياتي لك ولدكتور العرعور. أهلا بأحبابنا بالجزائر. السلام عليكم يا والله أحبك في الله يا شيخ دكتور والله العرعور. العظيم والله العظيم بشوف والله أنا مشتهي التمر الجزائري، بشتبعت لي هدية منه. إن شاء الله إن شاء الله. يا شيخ العرعور من فضلك لي واحد ملاحظة. تفضل. عندما كنت تتكلمون في الحصة، عندما سأل هذاك الزيدي المعمم فيما يخص هل الكلمة هذه لو سجلتهم ونسيتم، عندما قال له إن الله لا نراه غدا يوم القيامة، هل هذا المعمم يعترفون بالقرآن أم لا؟ وفي الآية القرآنية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. هذه الآية هذا من القرآن أم لا؟ هل يعترفون بالقرآن هذا المعممين أو لا؟ والسلام عليكم. واسمح لي يا شيخ على الملاحظة. شكرا جزيلا لك أخي عمار. والله شرتني مداخلتكم. أنا كاتبة هنا، كاتبة إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة من القرآن في أكثر. طيب من آية. نعقب على هذا الموضوع شيخي، لكن هذا هو المقطع الذي أشرت إليه وطلبت من إخواننا أن يجهزوا مدى الكذب والنفاق والتناقض عند حسن زميرة. نشاهد معه. مطار بن غوريون في تل أبيب، موانئكم، مصافي النفط عندكم، الكهرباء عندكم. تتجسد فيما ذكره ضابط في المخابرات الإسرائيلية حين قال إن العلاقة بين إسرائيل والسكان اللبنانيين الشيعة غير مشروطة بوجود منطقة الأمنية، ولذلك قامت إسرائيل برعاية العناصر الشيعية وخلقت معهم نوعا من التفاهم للقضاء على التواجد الفلسطيني، والذي هو امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس والجهاد، وهو الأمر الذي أكده الأمين العام السابق لحزب الله صبح الطفيلي. الموضوع يعود إلى بداية التسعينات تقريبا، حينما دخل الحزب فيما يعرف بتفاهم تموز الأول عام 93، ثم دخل في تفاهم نيسان عام 96، والذي واضح فيه ضمانات للأمن اليهودي في شمال فلسطين. وشبابنا للأسف هؤلاء الذين اعتنينا بهم ونحبهم كثيرا رغم أنوفهم تحولوا إلى حرس للكيان الصهيوني اليوم ومنذ 3 سنوات. هذا الملف الذي حاول بل حول المقاومة إلى حرس للحدود الصهيونية، وملف آخر هو موضوع الشأن الداخلي، الحزب حزب الله الذي بنيناه على أن يكون في خدمة أهلنا، في خدمة المستضعفين، في مواجهة الظلم الداخلي، تحول إلى أداة طيعة في خدمة النظام. هذان الملفان هما وراء الخلاف القائم بيني وبين ليس حزب الله، وإنما من يقف وراء حزب الله وهي القيادة الإيرانية حريصة جدا اليوم على حزب الله الذي يقاتل في سوريا. لقد أثبتت بعض التسريبات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي السلوك الباطني لحسن نصر الله الذي يصرخ في العلن لن نتخلى عن فلسطين، لا عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات
في فلسطين. بينما يبلغ الإدارة الأمريكية أن فلسطين لا تعنيه وأن الحدود مع إسرائيل تنعم بالهدوء والسكينة. سوف تبقى المسألة سياسية حين. الموضوع الأساسي هو فلسطين. The major issue is Palestine. هذا يرتبط بالفلسطينيين. And this has to do with the Palestinians. نحن لسنا في موقع النقاوة وبالنيابة عن الفلسطينيين. We are in no place to decide for the Palestinians. ماذا يقبلون وماذا يرفضون. Whether to accept or not to accept. سقطت شعارات المقاومة والممانعة والدفاع عن الشعب الفلسطيني، تلك التي اعتاد حسن نصر الله على ترديدها بعد جرائم ميليشيا حزب الله التي تمثلت في حصار وإذلال وقتل الفلسطينيين. بالطبع ليس بين حسن نصر الله وبين إسرائيل مشكلة، والمسألة يعني زي ما قال يعني هي political issue تماما. أنا أخالفك. لابد أن ننصف، لابد. أخالف فهمك. تفضل شيخ. وفهم القناة. أمر الله بالإنصاف. تفضل. المكرم إمام المقاومة قال سنقصف محطات البنزين، مطار بن جولون، نقصف المطار. أنا أقول وعد ووفى. وكيف تفهم هذا؟ قصف، كيف تقول ما قصف يا أخي؟ ما نعم الطريق إلى القدس يمر بالحسكة. نعم. أما قصف حمص؟ أما قصف الرشتن؟ أما قصف القصير؟ تقولون ما قصف؟ اتقوا الله يا أهل السنة في الرجل، اتقوا الله. وعد وفى، قصف أطفالنا، قصف مساجدنا، قصف مطاراتنا، سجنوا نساءنا وأطفالنا. وشو تقولون إنه لا بيكذب؟ ما بيكذب. هو ما دام عنده دينه التقية قال كلمة واحدة يا بن غوريون على مطار بن غوريون، ثم قال سنقصف المحطات عندكم. طيب ثم الآن الواقع فشر عندكم، عند السوريين، عند العراقيين، عند اليمنيين. الرجال إذا وعد وفى. ثم هو لما قال نطلب منهم أن يذهبوا معنا إلى سوريا، يا إخواننا اجت أوامر نقط نقط نقط، اجت اوامر بدخول حزب الشيطان الى سوريا عندما وصل المجاهدون على اطراف القصر الجمهوري. والله حدثني قائد كبير كبير قال لي ما باقي 500 متر على الساحه الرئيسيه في دمشق اسمها ساحه العباسيه. ثم اجى الاوامر بسرعه فدخل حزب الله. ماذا حصل يا خشيش؟ يعني حسن الله لو ما لما ساقوكم كالكلاب وقتلاكم كالكلاب، ووالله والله لا أكذب، ورب علي ورب الحسين ورب فاطمة ورب محمد عليه الصلاة والسلام، والله الكلاب أكلت من جثث حزب الله في حلب وفي غيره. ثم الدليل على أنكم انتصرتم استعنتم بالروس، أليس كذلك؟ لو كنتم منتصرين هل كنتم تستعينون بالروس؟ لو كنتم منتصرين هل كنتم تستعينون بالحرس الثوري؟ لو كنتم منتصرين هل تستعينون بالميليشيات والمرتزقة من باكستان ومن أفغانستان؟ لو كنتم منتصرين هل دخلت أكثر من 100 كتيبة من الحرس من الحشد الشعبي إلى سوريا؟ بالأدلة في مجلس النواب، في المجلس أعلن عن دخول 100 كتيبة إلى سوريا وما انتصروا. يعني لا إيران ولا 100 كتيبة ولا المرتزقة ولا حزب الشيطان، إنما كانوا يفرون مثل الكلاب. إيه قالوا بقى لروسيا إذا ما دخلت القضية انتهت تماما بعد داعش الخبيثة التي هي. وأريد أقول حاجة، كثير وأنا مسؤول أمام الله، كثير من إخواننا يبرئ جبهة النصرة وما يزال مخدوع منها،
من أطراف البعيدين عنها في بعض البلاد الإسلامية ومن كذلك في سوريا. جبهة النصرة ثبت اليوم أنها أخبث وأمكر من داعش. طب سنبين كيف شيخنا، لكن أطلت على المتصلين. طيب أجيب أجيب. معي عبد الله وعبد الرحمن، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم عبد الله، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. الله يمسيكم بالخير، والله يوفقكم ويعينكم على جهودكم التي تبذلونها. وإياك الله يبارك فيك. الحقيقة فيها قصة، ولعلها تكون إن كانت صادقة فهي حجة على الشيعة، وإن كانت غير صحيحة فالشيعة يستدلون بالكذب، وسأل الله أنها تكون حجة عليكم. نعم. حجة القصة عن أبي سفيان رضي الله عنه. قبل إسلامه وفي بداية الإسلام كانت فاطمة تسير في الطريق رضي الله عنها وأرضاها، ولعلكم إن شاء الله أوصل مني لها مثل الصدق أو غيره. القصة أن فاطمة كانت تسير في الطريق فواجهها أبو جهل فضربها كف أو أعطاها صفعها على خدها، فكان يعني ما كان منها إلا تبكي طفلة. ثم وهي في طريقها صادفها أبو سفيان فقال ما يبكيك يا فتاة؟ قالت ضربني أبو سفيان، أبو الحكم. فأخذها أبو سفيان وذهب بها إلى ديوان قريش، وديوان قريش يعني مثل الكونغرس اليوم، ودخل بها على صناديق قريش وقال لها اذهبي واقتصي من أبو الحكم. البنت خافت صغيرة، قال اذهبي واقتصي منه، فما كان منها إلا أن ذهبت يعني صفعته على خده. ثم خرجت وذهبت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت أبيها، وهي فرحانة بما تحقق له. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أردت فرحة ماذا؟ أخبرته بالقصة. قالت ضربني أبا الحكم ثم أخذني أبو سفيان واستخطيت من أبا الحكم يعني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم احفظها لأبي سفيان، اللهم لا تنسها، اللهم لا تنسها لأبي سفيان. هذا الحديث مرفوع، الشيخ يبين بإذن الله تعالى. أشكرك أخي الكريم، أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا. أيضا معي عبد الرحمن، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي. الله يجزاك خير. بس أسأل الشيخ عدنان الفرق بين الشرك والكفر والضلالة. الشرك والكفر والضلال. والضلال. لعل الله يهديه إن شاء الله من ظل، والهداية للمسلمين جميعا. اللهم أمين. أشكرك أخي الكريم. نبدأ شيخي بمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى التي أنكرها حسن الله ياري. بالرؤية. نعم. نعم. مما ثبت في الكتاب والسنة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة من المؤمنين الصادقين، والشيعة حين يقولون لا نرى ربنا صدقوني أنهم صادقون. الذي لا يرى ربه يوم القيامة هم الكافرون، لا يرون الله عز وجل، فكأن القوم حكموا على أنفسهم أنهم لن يروا الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الآية الصريحة الواضحة الجلية التي ذكرها أخونا وحبيبنا الجزائري ما تحتاج إلى تفسير. وجوه، لاحظوا وجوه، ما قال الله كل الوجوه فيقول الله هناك وجوه، هذا كذا التقدير. وجوه يومئذ ناضرة، النضارة هي الوجه النضير اللي عليه بهجة والذي عليه أثر النعمة، يكون ناضر وجهه. إن شاء الله أن ينضر وجوهنا في الدنيا بالإيمان والصدق والإخلاص والتوحيد، وفي الآخرة برؤية الله عز وجل. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، يعني تحتاج إلى تفسير. والله أنا أصارحكم في بعض الآيات بتكون شوية غامضة تحتاج إلى تفسير.
ما في ولد صغير تسأله شو وجهك، يقول لك وجه الوجه الناظر ما معناه، والوجه الناظر الناظر ما معناه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتنظرت برؤية الحبيب سبحانه وتعالى وهو أحب شيء إلى المرء. هناك أحاديث لكن ما دامت في البخاري ومسلم، ويضربهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل، لكن ما بدي أدخل الآن بالتفصيل لأنهم لا يؤمنون بالسنة، لكن مشان أمثلها لأهل السنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر؟ ما معنى هل أنتم بتزاحموا حتى تروا القمر، ولا ممكن واحد في الشرق واحد في المدينة واحد مكة يرى القمر؟ قالوا له: لا، ما 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 في زحمة، ما لا نضام في هذا، نرى القمر. لأنه إذا جبنا بإنسان عالم وراد الناس أن ينظروا إليه بالمسجد الحرام يتجمعون ويرتفعون، بيصير زحمة ومشكلة في رؤيته. قال لهم: هل أنتم عندكم شك، هل ممكن تزاحموا في رؤية القمر؟ قالوا: لا. فقال: كذلك رؤية الله يوم القيامة. فمثل الرؤية يعني رؤية المشاهدة من قبل الناس عليه الصلاة والسلام. لا أريد أطيل الحديث طويل، لكن يكفينا. طيب، جزاكم الله خيرا شيخي. يعني معي ناصر من بلجيكا وإبراهيم من المغرب. أخي ناصر، السلام عليكم. سرعة أطلت عليه. عليكم السلام. تفضل أخي. عليكم السلام شيخنا. تفضل حبيبي. ناصر من بلجيكا. فضل. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، الله يخليك، وسلامي للمذيع كمان زينا. أنا بس عندي زين أشكركم على البرامج القيمة، يعني حقيقة تقومون ببرامج تفيد الجميع، ولكن عندي رسالة عتب من طريقكم أريد أوصلها للمسؤولين. ألو. تفضل. إيه، أريد أوصلها للمسؤولين المسلمين الدول العربية. لماذا هنا في أوروبا أنا قاعد نشوف زين بين هذول المتشيعين والشيعة وكل هذول كل قمامة العالم قاعد يشتغلون تبييض الأموال، فتح المطاعم وفتح الاستثمارات، ويجندون كل قواهم، قاعد يجندون كل قواهم ويجندون الشباب المسلمين باسم، والمجرمين مجرمين 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 أكثريتهم باسم داعش وباسم معرف. يا أخي نريد لنا قنوات تكون باللغات الإنجليزية والفرنسية والهولندية، نستهدف الشارع، نستهدف الشارع بها اللي نوصل لهم رسالة، ونفضح هذا الدين والخرافة والمعرفة اللي ضد العلم وضد التطور، اللي يستهدف هاي الخرافة اللي تستهدف التطور والاقتصاد والعقل البشري. الدول الخليج ونقول لهم لا تشكون من الناس اللاجئين اللي تجي لكم، لان منك حكامكم وسياسيينكم هم مساهمين بهاي الجرائم اللي قاعد تحصل، واذا جت لكم اذا دخلت عليكم امواج لاجئين. اخي ناصر وصلت رسالتك، وهي رساله اصابت يعني جرحا غائرا عندنا. يعني حينما تتحدث عن الدعم الايراني للشيعة في دول اوروبا وفتح المطاعم والقنوات، هذا أيضا يعني يفتح عندنا أو يجعل لدينا غصة. أنا يعني يسمح لي شيخنا، كان لدينا قناة بالفرنسية، ولدينا قناة بالإنجليزية، ولدينا قناة بالبرتغالية، وكل هذه القنوات أغلقت لعدم وجود الدعم. قناة شدا أيضا لنقص الدعم أغلقت. وصال لدينا 2 استوديو، نحن في طريقنا لإغلاق أحد هذين الاستوديوهين بسبب نقص الدعم. فالله المستعان أخي الكريم، والله كان بودنا أن ننشر قنواتنا بكل اللغات، لكن من أين لنا أن نقدم هذه القنوات؟ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبقي ما بقي من قنواتنا. أشكرك شكرا جزيلا. إبراهيم من المغرب. السلام عليكم دكتور سامة. لا بأس. أهلا بك أخي الكريم، مرحبا أخي. لا بأس. سلم على الشيخ العروري. كان واحد الحديث الدكتور ديال سيدنا علي كرم الله وجهه،
قال محمد بن حزم بن أبي خباب الكلبي بن أبي سليمان المهداني عن سيدنا علي كرم الله. أنا يعني لم يصلني السؤال جيدا أخي إبراهيم، يعني بإذن الله تتواصل بنا مرة ثانية ونسمع منك السؤال جيدا. آخر اتصال معنا الأخ محمد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخي الكريم، تفضل. أشكر عمي العرعور كثيرا لأنه يبدي الحب والاحترام لإخواني الشيعة، وأخينا الشيعي لا يعرف اسما شيئا اسمه كذب، ودينه كله مبني على كذب. فأنا أرجو أن تضع حصة لتبين علم الحديث لكي يعرف أخونا الشيعي الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. نعم، يعني أشكرك أخي محمد. بالأمس شيخي اتصل علي أحد المتصلين الدائمين من الشيعة وأراد أن يستدل على الإمامة، فقلت له أصول الدين يستدل عليها بآية محكمة من كتاب الله. قال لي أنا لدي أحاديث من الكافي ومن غير الكافي، وقلت له يعني لا نعترف بها ولا نؤمن. قال يعني أنت ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عيني وعلى رأسي إذا كانت صحيحة. فهذا ما يشير إليه الأخ محمد الآن، يعني كيف ننتقي الحديث الصحيح للاستدلال، وكيف يفهم الحديث الصحيح في مقام الاستدلال. نعم الآن نجيب له في أحد. أتفضل، يعني انتهت الاتصالات، الوقت انتهى، فنجيب على ما سلف من أسئلة. نجي فقط على هذا السؤال. نعم بإذن الله بإذن الله. نعم تفضل شيخ. النقطة الأولى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالله عز وجل أنطقه وعلمه، وكان جبريل ينزل إليه بالقرآن وينزل إليه بالسنة، وفي بعضها تصريح يقول ما يزال جبريل يوصيني بالجار. لكن السنة النبوية هي المعنى من الله، والألفاظ ساقها رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم صاغها بلفظ يتناسب وواقع الناس. هذه واحدة، السنة وحي. نعم. الأمر الثاني أن السنة محفوظة كما هي القرآن محفوظ من حيث الأصل، فالله عز وجل قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. والله عز وجل حين ذكر القرآن إنه محفوظ ذكره بلفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، ولم يقل هنا نزلنا القرآن فقط، والذكر يشمل القرآن والسنة، القرآن والسنة. إلا أن إجلالا لله عز وجل من أن القرآن كلام الله طبعا ومعنى، وأن السنة وحي من الله معنى، وهي من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتضت حكمة الله أن يحفظ القرآن بين الدفتين مباشرة. جاء أبو بكر فإلى المصحف وخيطه، كان هنا يحفظ آية، ناس يحفظون مكتوب، هنا مكتوب، جاء وخيطه صار بين الدفتين، وجاء عثمان فطبعه، جمع المصاحف كلها. نعم، فجاء عثمان. نعم. عثمان رضي الله عنه، لأنه هذا عنده مصحف، هذا ناقص سورة، هذا زي هذا ناقص سورة، هذا ناقص سورتين، يعني كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبون الآية، يكتبون الحديث، قد واحد يخطئ مثلا يقدم سورة على سورة مثلا، أو هي ما كانت مخيطة، فكان يأتون بالسورة هكذا. فعثمان رضي الله عنه أخذ نسخة أبي بكر التي جمعت
بإجماع الصحابة وأول وما علي رضي الله عنه بالاتفاق جمع، أي يعني بس خيطوا. هنا موجودة البقرة، هي موجودة آل عمران، موجودة أتوا صفهم حسب ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حديثي عهد به. صار الآن القرآن بين دفتين، وأقول هذه آية من آيات الله في الحفظ. ليش ما حفظوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما خيطوا؟ ليدل الله ويأتي بآية عظيمة أن هذا القرآن ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مخيط، هناك من سيقوم به لأنه محفوظ بحفظ الله. صار معنا الآن مصحف. جاء عثمان قال كل المصاحف اللي عندكم، واحد ما في عندهم اصلا ترتيب، كراريس وورق شجر وجلد وعلى جلد غزال وعلى جلد يكتبونها ورحاء شجر يقطعوا ويكتبوها. فلشق قال عثمان كل هذه المصاحف كل واحد رتب ام شيلوها، وهذا المصحف اللي اجمعت عليه الامه بالترتيب وطبعه وارسله الى المدائن وبدأوا الامراء يطبعون. السنة كانوا يتداولونها حفظا كما كانوا يتداولون القرآن حفظا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأخرت الخياطة الكتابة التدوين. أيوة. أما بدأ يكتب عبد الله بن عبد العاص كان يكتب، كان يكتب، والنبي جد قريش قال نهيته، يعني قصدي كبار الصحابة القريشيون هاو قالوا له لا تكتب كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فراح سأل النبي عليه الصلاة فقال له اكتب فوالله ما يخرج من هذا وأشار فمي إلا الحق. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في السنن قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه في حكم. فالسنة والقرآن مرجع واحد للدين، أعني ما أقول مرجع واحد، هذا الصواب أنه هذا وحي وهذا وحي. تأخر التدوين، تأخرت الجمع، ثم جاء الإمام البخاري وأولهم الإمام مالك قبله وبدأوا وقبله لي في مكتب السنة بحث تماما، بحث مكتوب هذه المسألة في مقدمة كتاب ديوان السنة، البخاري مسلم أبو داود إلى غير ذلك، صاروا يجمعون هذا الكتب. وكل مصنف ألف حسب زمانه وحسب اجتهاده من حيث الترتيب والتوبيب، هذا حسب الشوق، هذا عسانيد، هذا حسب الفقه. اليوم أبشركم أننا ماضون في هذا المشروع وبدأت الولادة وانتهى الآن 15 مجلد منها، وبعد شهور شهرين أو ثلاثة إن شاء الله سيخرج للأمة 27 25 إلى 27 مجلد. قد جمعنا، هم جمعوا الأحاديث بخاري ومسلم، إحنا جمعنا البخاري ومسلم ووضعنا في مشاريع قامت يجمعون الكتب بس بالحاسب، احنا لا، يعني فكفكنا هالأحاديث ورجعنا رتبناها من جديد بحيث تشمل كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من 2000 كتاب وأكثر من 5000 مجلد جمعت. والآن هي جمعت الحمد لله كلها تقريبا، والآن بدأ بس المراجعة والترتيب ويكتب. أظن أريتكم هذا والبقية، هو يريد البحث في صحيح وضعيف، هذا يحتاج إلى حلقات. نعم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أيضا لابد أن نذكر في هذا المقام المشروع الكبير الذي أطلقه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو مشروع السنة النبوية، يعني أن يكون هناك مشروع أيضا للسنة كما النبوية. هناك مشروع. حقيقة لا يفرح بهذا إلا مؤمن ولا ينغاض من مشروع خادم الحرمين حفظ الله وسدده، لا ينغاض إلا منافق. هذا مشروع فرحنا به فرحا شديدا، سيواكب طبع القرآن. فهذا المشروع يعني ليس مختصا فقط في الجمع، في خدمة السنة كلها.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المشروع وأن يخلص النيات ويسدد فيه وأن يجعله في موازين خادم الحرمين وكل من يعمل فيه بصدق وإخلاص. هناك أسئلة لم يجب عليها الشيخ، سنبدأ بها بإذن الله تعالى حلقتنا القادمة، سواء القصة التي ذكرها أخونا عبد الله من السعودية أو الفرق بين الشرك والكفر والضلال، وهو سؤال الأخ عبد الرحمن بإذن الله تعالى. لكن دعوني أختتم هذا اللقاء بهذا النص المهم والخطير للمجلس، أيضا سيكون منطلقا لحلقتنا القادمة، والذي لم يكتفي فيه بتكفير المخالفين بل بتكفير من لم يكفره، يعني ليس فقط المخالف كافر بل من لم يخالف أو من لم يكفر المخالف كافر هو الآخر، كما قالوا يعني أبو بكر وعمر كافران كافر من أحبهما. هنا يقول في المجلسي، يقول في شرح أخبار مرآة العقول، في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول في الجزء الرابع صفحة 194، والخبر يدل على كفر المخالفين بل على كفر من يقول بعدم كفرهم، وهذا سيكون بداية حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى مطروحا للمناقشة. أشكركم شيخي شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. دار السلام لرعاية الأيتام.